إلى جانب جهود مصالح أمن ولاية سطيف في مجال كبح أي سلوك من شأنه أن يساهم في تفشي داء كوفيد-19، تساهم نهار اليوم في دعم مبادرة السلطات الولائية التي نظمت حملة تطهير واسعة. طبعا نستعمل آلية تابعة للوحدة الجمهورية الأولى للأمن من أجل تعقيم بعض الفضاءات، وهي في غالب الأحيان مراكز صحية، المستشفى الجامعي سعدنا محمد عبد النور وغيره من المرافق الصحية.